كاين لاميتوتشيابيل وخص بالإبر الصينية، هي أول طريقة كتعطات النجاعة ديالها في 80% ديال الحالات، يعني دون 80% دي كا لا بيرسون اللي دارت هاد لا ميثودشيابي سي د لاكوبنكتور دو بيتيت زيغوي كون بلاس او نيفو دو كارتيلاج نازال، سا دون ان ديغو، ما كيبقاش الشخص يعجبو لا الريحه ولا المذاق ديال السيجاره، اي سا كوب لو بيزوين فيزيك، لا ديبوندونس فيزيك ما كتبقاش، يا با ديبوندونس فيزيك يا با دو بليزير، لو بليزير كيجيب لو غو بالنشوه بالنشاط. دونك شنو كيبقى؟ كيبقى الادمان النفسي، يعني العاده والشهوه. Alors, si vous avez envie de fumer, prenez de l'eau. L'eau, il fait disparaître tout type d'envie. يعني علاش محتمني كيكون شي واحد باغي يدير حمية باش يضعف، كيقولوا له خصك شرب الماء بزاف، حيت حتى فاش كيجيك الجوع إلا شربتي الماء كيمشي الجوع. الماء كيطفي أي عافية كتكون شاعلة في الجسم بأي سبب كان. المسألة الثانية القهوة، يعني كنصحكم بالخصوص في هذه الفترة ديال رمضان يفو إيفيتي لو كافي، وبالخصوص الناس اللي عندهم القهوة كتمشي مع سيجارة، يعني كيدكو بها، فمن الأحسن تحيدوها حتى باش ما يجيكمش حريق الراس في النهار ديالكم ديال الصيام. واللي يشرب القهوة كمام يحك سنانو بدونتيفريس، ولا يدير عود الأراك ولا عرق سوس ولا دي باستي اللي فيهم ان غو فور اللي غادي يحيدو لو غو دو لا كافيين، باسكو لو غو دو لا كافيين يلابيل لا نيكوتين. D'accord. Troisième point, c'est le gestuel. Notre inconscient, quand on fait le geste une fois par jour, pendant 40 jours, ça devient une habitude. On va dire une fois par jour. Alors, ce que je vais vous demander d'abord, c'est de remplacer le geste de fumer par un autre geste. Et pendant 40 jours, il a pris au quatre d'eau, ou un khatem, yani bhal khatem tsbih ou la tsbih fi dikoum, katchghal yedik bchi haja li katkhallik ma kayjikch le réflexe de fumer. Donc le fait bach katchghal yedik bdak el khatem, c'est comme un chronomètre, ma kayjikch le réflexe de fumer, automatiquement l'habitude vous l'avez cassée, dak el ada restiha. Dernier point, le sport, la bonne hygiène de vie. Donc faire sport, faire le sport au raf d'ar, يعني ما ديروش سباره كوم ان كونفينمون، ما عندكمش كيفاش ديروا الرياضه. الرياضه راه كاين واحد اللي غير في واحد 1 متر مربع كيدير فيها الرياضه، ينقز يدير لي بومب، يدير اون فيديو يوتيوب ويتبعها ويتبع لو ان مونيتور ويدير الحصه ديالو الرياضه ريغولييرمون تو لي جور. Et l'alimentation tardive, tchaïdo, sucariat, les sucreries, c'est aussi une drogue. Et tout, les sucreries qui chdo, l'idman, dial, ay haja khra. Donc, nhaïdo, sucariat, nktrom le khodar, ou men le fawake, bichekl kabir, le humain de darura. Les avantages ديال هاد لا ميثود شابي هي على انها طريقه سهله، نون دولوروز، لا تؤلم، سريعه المفعول من الحصه الاولى اللي كيمكن لها تدوم ما بين 4 ساعه حتى نص ساعه، كيمكن للشخص يقلع من حصه واحده للتدخين. والتجربه اللي دارت في فرنسا اللي دارها لو دكتور إيفري كانا سور 20000 فومور بوندون اون بيريود دو 30 عام تبعهم، هادوك لي 20000 فومور 80% قطعوا ابارتيغ دون سول سيونس. داكور، لي 20% كاين اللي عندهم اكتئاب، كاين اللي عندهم امراض اخرى اللي كيخص نعالجو لهم داك الامراض ويقطعوا ان شاء الله من بعد ما تعالج الامراض ديالهم. الوغ لافونتاج لاخر هو على انها طريقه كيمكن للشخص ما كتخليهش كتخليه يرتاح، ما كيبقاش عنده القلق، ما كيبقاش متوتر، وكيعرف بانه راه الا دارها الا عاوتاني كما، يعني ان كا دو روشوت راه كيمشي يدير حصه وما كيبقاش يكمل، دونك كيرتاح. حيت الاغلبيه ديال لي طباجيك المدخنين كيقولوا مع راسهم دابا انا الا درت الا قطعت ودرت مجهود كبير، من كيمكن لي عاوتاني نرجع وما نقدرش ندير المجهود كله. مني كيدير لاكوبانكتور لا ميثود شابي كيعرف بانه راه قطع بسهوله
من خلال حصة واحدة، وبأنه حتى واخا يرجع شي نهار إلا كان مقلق ولا متوتر ولا كانت عنده فرحة ولا قرحة ولا شي آلام ولا هذا، ومشى حتى كما مني كيمشي وكيدير حصة أخرى راه كيقطع بشكل سريع وما كيتعذبش. واش فيها شي أضرار؟ ما فيها حتى شي ضرر. كان عارفوا بأنه الطب البديل، الطب الصيني en général c'est une médecine douce donc il y a aucun inconvénient aucun effet secondaire كيمكنش اي شخص يديرها واخا يكون عنده مرض اخر، ما كاينش واخا يكون كياخذ اي دواء ما كاينش انتراكسيون ميديكامونتوز.